أوكرانيا بتلعب بالنار، ده اللي قاله الكريملين، وده بعد ما القوات الروسية أعلنت إنها اعترضت مسيرة أوكرانية قربت من محطة كورسك النووية. التقارير بتقول إن في حريق اندلع على بعد أميال من المحطة. ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين قال إن كييف بتستمر في التصرفات الخطيرة. روسيا هتبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الموقف، ومن جهة تانية المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية نفى إن أوكرانيا ضربت أي أسلحة قرب المحطة. طيب تعالوا نشوف التعليقات على اللي بيحصل من روسيا والرد الأوكراني. الناس قالت إيه؟ منصور قال لا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك، ربما تحضير للحرب العالمية الثالثة. يا راجل ليه؟ كمان في حساب آخر قال إنهم بيلعبوا بالنار.